بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبدو للترم الأول مع مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول النظام الجديد ومراجعات من خلال تحقق من فهمك وتقييمات الوحدات ومسائل امتحانات من خلال دليل المعلم الوحدة الستة والمفهوم الأول فيها. النهاردة لقائنا مع التقييم 12 على الوحدة الستة من خلال دليل المعلم. تعالوا بينا نشوف أفكار مسائلنا وإزاي هنحلها مع بعض. طبعا يسعدني إذا عجبكم الفيديو تعليقاتكم واستفساراتكم وإعجاباتكم، وما تنسوش برضو الاشتراك في قناتي براعم مبدعة اللي بتمر في الشريط فوق ده، هتلاقي نفس الاسم ده موجود جنب عنوان الفيديو، هتضغط عليه تدخل على القناة. يسعدني اشتراكك فيها من دلوقتي عشان خاطر تضمن اي فيديو ينزل على القناة للترم الثاني تكون متابع اللي هينزل عليها. بالاضافة لان انت برضو ما تنساش في اخر دقيقة من الفيديو هتلاقي شاشات النهاية، ثلاث شاشات مهمين جدا لكل اللي انا نزلتهم عشان تستفيد منهم. هتلاقي الشاشة الاولى للمفاهيم، الفيديوهات القصيرة السريعة لكل النقط المهمة في الدروس اللي نزلت، 66 درس عبارة عن محطوطين المفاهيم بتاعتهم في حوالي 57 او 58 فيديو على قناة معلم الرياضيات، هتضغط عليها هتدخل على طول على القناة. يسعدني اشتراكك فيها برضو وتفعيل الجرس لان برضو هنزل عليها مفاهيم الترم الثاني. بالاضافة للدروس اللي احنا بننزلها على قناة محمد عبدو، هتلاقي الصورة بتاعتها هنا، هتضغط عليها تدخل على الدروس بتاعتنا 66 اللي شرحوا كاملين. بالإضافة للتقييمات اللي احنا شغالين فيها دي، هتلاقيها فيها صورة حمراء كده تضغط عليها هتلاقيهم كلهم موجودين، يعني حوالي تقريبا 19 أو 20 فيديو مراجعات شاملة لامتحانات وأفكار جميلة جدا هتعجبك. تعالوا بينا نشوف أسئلتنا النهاردة على المفهوم الأول في الوحدة الستة. إحنا يعني أنا قسمتهم الحقيقة هم كلهم اختار، لكن أنا قسمتهم إلى خمسة اختار وخمسة اكمل. فتعالوا بينا مع بعض نشوف اختار الإجابة الصحيحة مما يعني. بيقول لي إذا كان A عددا صحيحا فما هو العامل A؟ يعني الA بتاعتنا أو العدد بتاعنا عدد صحيح ما فيهوش كسور يعني، ولو كان ده عامل مين في الجملة دي اللي هتجيب الإجابة صح؟ طبعا كلمة عامل دي احنا بنطلقها على العدد اللي بيضرب في عدد آخر عشان ينتج الحاصل الضرب بتاعنا. اذا العامل هو العدد، لو شفنا نمرة ألف مثلا عدد صحيح يمكن ضربه بعدد آخر عشان يطلع مساوي A او اي رمز تاني يعني، وبالتالي هتبقى هي الإجابة الصحيحة. لكن عدد صحيح أصغر يقسم بالتساوي على A طبعا ما هيش منطقية، ولا أي عدد يمكن ضربه بعدد آخر يساوي A، يعني هي مش دقيقة أوي طبعا. لكن هنا لما غير الـ A كابيتال بـ A سمول، ممكن تبقى N ممكن تبقى أي حاجة، يعني أي عددين يضربوا ببعض بيكونوا هما الاثنين عوامل، وبالتالي العدد بتاعنا اللي هو بيقول عليه الـ A ده عدد صحيح هيضرب في عدد تاني يبقى ألف هي الإجابة الصحيحة. برضو ده اللي بتقول عدد يمكن ضربه في A ليساوي A، ده معناه ان هو هيضرب في الواحد، هل بس دي في الواحد وخلاص؟ طبعا دي مش منطقية، وبالتالي الثلاثة دول مش منطقيين، لكن نمرة ألف هي الدقيقة واللي إجابتها صحيحة. تعال نشوف السؤال الثاني بيقول إيه؟ كل عوامل العدد 16، يعني الأعداد اللي 16 بتقبل عليها. العامل هو العدد اللي بيقبل عليه العدد بتاعنا اللي احنا عايزين عوامله، يعني 16 دي تقبل القسمة على 1 يبقى عامل، على 16 يبقى عامل، لكن هل بس كده؟ طب نجرب اللي بعدها، بتقسم بتقبل على 2 تقبل على 4 تقبل على 8 لكن برضو هل هم بس كده؟ طب تعال نشوف اللي بعدها، هل هي 1 او 2 او 4 و4 و8 و16؟ نشوفها كده، 1 في 16 ب 16، 2 في 8 ب 16، 4 في نفسها ب 16، لكن الاخيره لو احنا شفناها طبعا وصلنا لاربعه، لو وصلنا لخمسه خدوا بالكم ما بتنفعش،
ستة ما بتنفعش، سبعة ما بتنفعش، تمانية خدناها، يبقى كده هي دي العوامل كاملة. هنا هو ضاف عليهم ستة، يعني خد نفس الخمسة دول وضاف عليهم الستة. طبعا الستة ما بتبقاش عامل للعدد 16، لأن 16 ما بيقبلش على الستة، تمام؟ وبالتالي تبقى نمرة جيم هي الإجابة بتاعتنا الصحيحة. اتذكر كويس إن العامل هو أصغر من العدد اللي عندي أو قده، والعدد اللي عندي بيقبل القسمة عليه. يعني أنا عايز عوامل العدد 16، فكل الأعداد اللي 16 بتقبل عليها تعتبر عوامل. واضح الحتة دي؟ طبعا الجزئية دي مهمة، لازم تكون عارفها ومستوعبها كويس. طب برضو اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الثالث بتاعنا، أي عدد هو عدد أولي؟ يعني إيه عدد أولي؟ عدد أولي يعني عدد له عاملين فقط. يعني إيه برضو له عاملين فقط؟ يعني العدد نفسه، العدد نفسه والواحد هم عوامله. يعني لما أقول 11 اللي قدامي دي بتقبل على إيه؟ ما بتقبلش غير على الواحد وعلى نفسها، وبالتالي هيبقى ال11 هنا عدد أولي. طب ليه ما قلتش الواحد عدد أولي؟ لأن له عامل واحد فقط اللي هو نفسه، مش كده؟ وبالتالي مش هينفع. طب ما قلتش ليه ال14 عدد أولي؟ لأن ال14 واحد في 14 واثنين في 7، يعني أربع عوامل، وبالتالي مش هينفع. الخمسين برضو نفس الكلام، بتقبل على واحد وبتقبل على اثنين وبتقبل على خمسة وبتقبل على عشرة وبتقبل على 25، وبالتالي عواملها كتير، فمش هتكون عدد أولي. إذا النمرة به هي الإجابة بتاعتنا. أرجو أن أنتوا تكونوا خدتوا بالكم يعني إيه عدد أولي. ممكن يجي يقول لي العدد الأولي هو إيه؟ أقول له هو عدد له عاملان فقط، نفسه والواحد، تمام؟ دي رد السؤال لو قال لي العدد الأولي هو إيه. تعال نشوف المسألة نمرة 4. بيقول لي بيحتاج سامح إلى تحديد أي من الأرقام التالية غير أولي، يا ترى الواحد ولا خمسة ولا 17 ولا 30؟ مين فيهم عدد غير أولي؟ غير أولي فوقت أولي. يعني إيه غير أولي؟ يعني له أكتر من عاملان، له أكتر من عاملان. طبعا الواحد في نمرة ألف لها عامل واحد هو الألف، الخمسة لها عاملين واحد وخمسة، وبالتالي دي عدد أولي. هو بيسأل على الأعداد غير الأولية، معلش أي من الأعداد مش الأرقام. برضو يعني الدليل شرح الفرق بين الرقم والعدد، ومع ذلك ما زال بيخطأ في الحتة دي، معلش. 17، 17 لها عاملين فقط، الواحد وال17، وبالتالي تعتبر عدد أولي، ما بتقبلش على أي حاجة، لا على 2 ولا على 3 ولا أي حاجة. طب بتقبلش إلا على الواحد ونفسها. طب ال30 بقى، 30 بتقبل على الواحد، 1 في 30 بتقبل على الاثنين، 2 في 15، يعني ال15 برضو عامل لها، والاثنين عامل لها، والتلاتة عامل لها، والخمسة عامل لها، والستة عامل لها. إذن هقول له على طول إن العدد غير الأولي في الأعداد اللي قدامي دي هو 30. طب تعالوا نشوف برضو السؤال اللي بعده اللي هو نمرة 5. طلب من الطلاب، التلاميذ حبايبي، إن هم يكتبوا بيان كيف يعرفون العدد أولي أو غير أولي. مين في العبارات دي حوالين الأعداد الأولية والغير أولية صحيح؟ يعني شوف عبارتين، هو قال لي خد بالك ما هي العبارتان. يعني هنا إجابة، دايما لاحظوا انتبهوا للحتة دي. يعني لاحظنا قبل كده برضو في سؤال كان طلب فيه عبارتين زي كده، فهنا هو في عبارتين صح. تعال نمشي معاهم واحدة واحدة. العدد واحد هو عدد أولي، ليه يا عمي؟ قال لأنه بيحتوي على واحد بالضبط عامل. يعني عشان بيحتوي على عامل واحد يبقى عدد أولي؟ لا، ده العدد الأولي له عاملين بالضبط، مش عامل واحد، وبالتالي نمرة ألف مرفوضة. طب نمرة ثلاثة، ثلاثة هو عدد مركب، مركب يعني غير أولي. هو الحقيقة الكلمة دي ما تعرضلهاش خالص في الدرس ولا الشرح بتاعه، لكن يعني الترجمة بتاعت الجزئية دي كانت بكلمة مركب، والمركب هنا معناه إن عدد له أكتر من عاملين، وبالتالي اسمه عدد مركب. مش مشكلة، يعني المهم إن أنت خد بالك إن الثلاثة دي هو بيقول إن هو عدد غير أولي. طبعا الكلام ده
غير صحيح، لان ده عدد اولي، لانه بيحتوي على عاملين فقط، وبالتالي ما دام بيحتوي على عاملين فقط ما يبقاش غير اولي يعني مركب، لا يبقى اولي، وبالتالي هنسيب نمره ب. طب العدد 4 هو عدد اولي ليه؟ لانه بيحتوي على اكتر من عاملين، وهو اللي بيحتوي على اكتر من عاملين يبقى اولي، لا يبقى غير اولي، وبالتالي نمره ج برضو مرفوضه. طب هو بيقول لي اختار عبارتين يبقى د و ه اكيد هما الصح. طب نشوفهم كده. العدد 9 هو رقم، هو عدد مش رقم، هو عدد غير اولي لانه بيحتوي على المزيد من عاملين ازيد من عاملين، تمام، لان هو عباره عن عوامله عباره عن الواحد والثلاثه والتسعه، تمام، الثلاثه مكرره لكن ما بكررتش معايا في العوامل، اذا له ثلاث عوامل وبالتالي هيكون عدد غير اولي. برضو ال 17 بيقول لي عدد اولي لانه يحتوي بالضبط على عاملين، اجابه صحيحه، اذا هختار له د و ه، تمام حبايبي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. اكمل بقى، بيقول لي ايه في اكمل هنا؟ اكبر العوامل المشتركة للعددين دول هو ايه؟ هنا بقى خدوا بالكم، يعني المنطق والصح ان انت تحللهم، او ممكن في طريقة مش تحللهم، يعني تجيب عوامل ال 72 وعوامل ال 90 وتشوف مين المشترك بينهم، العوامل المشتركة اكبرهم مين، وتحدده زي ما هنشوف كده. مثلا 72 قدامي، ال 72 عبارة، ابتدي من الواحد، دايما ابتدي من الواحد، واحد في 72، اذا الواحد عامل وال 72 عامل. طب 2 في 36 تديني برضو 72، يبقى الاثنين والستة وتلاتين عاملين. طب التلاتة والاربعة وعشرين برضو يعتبروا عاملين. طب الاربعة والتمنتاشر يعتبروا عاملين، لان اربعة في عشرة باربعين، واربعة في تمانية باتنين وتلاتين يدوني 72. طب الستة في 12 ب 72 برضو، الثمانية في 9 ب 72 برضو، احنا ماشيين بالدور من واحد كده، واحنا ماشيين قبلت على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى اربعة، ما قبلتش على خمسة سبتها، خدنا ستة قبلت عليها، ثمانية وهكذا وانا ماشي. لكن طبعا فهمنا وعملناها قبل كده في الدرس بالتفصيل باكتر من طريقة، شجرة ومش عارف ايه، ويعني والاقواس والحاجات دي كلها. طب ده بالنسبة ل 72، بالنسبة ل 90 برضه هنمشي بالترتيب معاه. أنا لونت باللون الأحمر المشترك، يعني 90 1 في 90، طب 2 2 في 45، طب 3 3 في 30، طب 4 مفيش ما بتقبلش لأنها هتطلع كسور، طب 5 5 في 18 ب 50 و40 يبقوا 90، طب و6 6 في 15 و 9 في 10. طب مين المشترك؟ ابدأ حدده او حط عليه دوائر او حط عليه مستطيل كده او اديله لون زي ما احنا عاملين، وشوف اكبر حاجة هتلاقي هي ال 18، وبالتالي هحط له عليهم دايرة وهكتبهم له هنا ان اكبر العوامل هو 18، تمام كده. طب تعالوا نشوف المسألة نمرة 7 بتقول لي ايه. الصف اللي بيحدد العوامل المشتركة بين 20 و 30 في الجدول هو أنهي صف؟ هنا الصف وهنا العوامل. A جاب لي 10، B جاب لي 1 و 2 و 5 و 10، C جاب لي 60، D جاب لي 40 و 60 و 80. طب هنا طبعا دي مضاعفات متهيألي هنشتغلها في المفهوم التاني. طب هنا احنا خلينا في العوامل، عندي 30 و20، العوامل المشتركة بينهم ايه؟ لو بصينا العشرة مشترك ماشي، طب لكن ما برضو واحد واثنين وخمسة وعشرة العددين دول يقبلوا عليهم كلهم، مش كده ولا لا؟ طب اذا ما اخدش واحد بقى، اخد الاربعة دول. طب هل في تاني كمان 60؟ لا ده 60 اعلى منهم، وبالتالي مش هتبقى عوامل، ما هو العوامل دايما بتكون العدد نفسه او اقل منه، العدد نفسه او اقل منه، العوامل عوامل العدد بتكون العدد نفسه او اقل منه، وبالتالي هختار مين؟ هختار على طول نمرة B اللي هي 1 و2 و5 و10 موجودين في دي وموجودين في دي.
تمام كده؟ تقول لي طب التلاتة، التلاتة موجودة في التلاتين لكن مش موجودة في العشرين، وبالتالي أنا بقول مشتركة هيبقى واحد، والواحد دايما يعني معروف إن هو عامل مشترك لجميع الأعداد، الواحد عامل مشترك لجميع الأعداد، لأن أي أعداد بتاخدها تبدأ بالعوامل بتاعتها الأول الواحد في العدد نفسه، تمام؟ فبتعتبر الواحد هو العامل المشترك لجميع الأعداد. طب تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها نمرة 8 بتقول إيه؟ أيا مما يأتي عاملين مشتركين بين 48 و54. هشوف كده الاثنين، هو بيقول عاملين، خدوا بالكم، 48 بتقبل على الاثنين؟ بتقبل لأن زوجي مش كده؟ وبالتالي هتقبل لأن فيها لو قسمتها تطلع 24. طب ال 54 برضو زوجي، الأربعة في الأحاد بتقبل على الاثنين لأن قلنا العدد اللي بيقبل على الاثنين هو اللي أحاده 0 2 4 6 8، وبالتالي العددين دول هيقبلوا على الاثنين. طب ال 48 بتقبل على الستة؟ بتقبل، فيها 8 إذا بتقبل. طب ال 54 بتقبل على الستة؟ فيها 9. طب كويس جدا، إذا دول عاملين هم مشتركين. طب ال 8؟ لا ال 8 لا، ما فيش عامل مشترك، يعني 8 ما بتقبلش على ال 54، ما بتقبلش على ال 8. 6 في 8 ب 48، لكن ما بتقبلش على ال 54، يبقى مش ال 54 ما بتقبلش عليها يعني، فهنسيب نفس الكلام. ال 9 ال 48 ما بتقبلش عليها، ال 12 ال 48 تقبل عليها لكن ال 54 ما بتقبلش عليها. اذا ال 8 وال 9 وال 12 بيقبلوا على عدد وما بيقبلوش على الثاني، فمش هاخدهم مشترك، لكن اللي هاخدهم مشترك هم 2 و 6، واكتب له 2 و 6 هم العاملين المشتركين اللي انت بتسال عليهم. طب اي عدد مما ياتي هو اكبر عامل مشترك بين 45 و 60؟ هعلمك ازاي تجيب العامل المشترك الاكبر بسرعه بمخك، حتى لو حليت بخطوات وجبت عوامل الاولاني وعوامل الثاني وبعدين شفت المشترك وشفت اكبرهم هتجيبهم بطريقه سريعه بمخنا. نعمل ايه؟ نشوف الاول العدد الكبير بيقبل على الصغير؟ لا ما بيقبلش، فيش حاجة ضربها في 45 تديني 60، لأن واحد في 45 ب 45 أقل من 60، والاثنين في 45 ب 90 أكتر من 60، وبالتالي ما فيش حاجة أضربها في 45 تجيب 60، يعني ال 60 ما بتقبلش على 45. طب هات عوامل ال 45 هتلاقيهم إيه؟ هتلاقيهم الواحد في 45 والتلاتة في 15، تمام كده؟ والخمسة في 9. دول كده العوامل بتاعته. ابدأ من الكبير بتاعهم، ال 45 قلنا ال 60 ما بتقبلش عليه، خد الأصغر منه هتلاقي ال 15، لأن أنت هتكتبهم 1 و 45 و 3 و 15 و 5 و 9. ابدأ بالكبير وأنت ماشي لغاية ما يظهر واحد قدامك هيقبل، فأنت بتقول ال 45 ما بتقبلش على ال 16. طب الأصغر من 45 من عواملها إيه؟ ال 15 أصغر منها على طول، ال 60 بتقبل على ال 15، 4 من ال 15 بيجيبوا 60، إذا هتبقى ال 60 على طول هي الإيه؟ العامل المشترك الأكبر بين 45 و 60. دي طريقة. الطريقة الثانية زي ما شفنا مسألة ال 72 وال 90 لما جايبنا العوامل كلها وابتدينا نشوف وبعدين جبنا أكبرهم، بس أنا فضلت أوري لك الطريقة الثانية السريعة المختصرة اللي أنت ممكن توصل بالإجابة لها مباشرة. إذا هنا الإجابة أكبر عامل مشترك بين 45 و 60 هو ال 15. تعالوا نشوف مسألتنا الأخيرة في إكمل اللي هي المسألة رقم 10 بتقول إيه؟ جايب لي هنا أربع جداول زي ما أنتوا شايفين، وجايب لي أربع جمل قدامي، بيقول لي كل جملة من دول هتختار لها من الجداول بالترتيب، يعني الجملة الأولانية تختار لها من الجدول الأول صحيح ولا غير صحيح، والجملة الثانية هتختار لها حاجة من دول، يا الأولى يا الثانية يا الثالثة قدام منك، وبعدين اللي بعدها برضو نفس الكلام تختار من الجدول اللي بعده، والرابعة الأخيرة تختار لها من الجدول الأخير. تعال نشوف كده بيقول ايه. قال هاني ان العامل المشترك الاكبر بين 18 و 24 هو 12، هل هاني كان صحيح ولا غير صحيح؟ تعال نشوف احنا ونجرب الحتة اللي احنا قلناها من شوية عشان تلزق في مخنا بنعملها ازاي. قلنا بنشوف الكبير بيقبل على الصغير، يعني 24 بتقبل على 18، في عدد بضربه في 18 يدينا 24؟ لا مفيش. طب انزل شوية كده
اللي بعد ال 18 العوام اللي اصغر منها، واحد في 18 واثنين في 9. طب التسعه ال 24 بتقبل عليها؟ لا. طب تعال نشوف الاصغر منها، التلاته في 6. طب السته بتقبل عليها ال 24؟ يبقى انا ماشي بالترتيب 18 وبعدين خدت التسعه ما قبلتش ال 24 عليها، خدت السته قبلت عليها، يبقى المفروض هيكون هو 6. العامل المشترك بين 24 و 18 هو 6، لكن هو قال ايه؟ قال ان هو 12، وبالتالي يبقى غير صحيح، يعني هختار له اللي تحت دي. طب تعال نشوف بقى ليه بيشرحها له هو، يعني بيفسر لك الكلام ده بالتفصيل. بيقول لي عوامل ال 18 هي ايه؟ شوف بقى في الجدول الثاني ده هتلاقيها هي الواحد والاثنين والثلاثه والسته والتسعه وال 18. سبت الواحد مش مشكله، يعني الواحد معروف ان هو عامل مشترك لجميع الاعداد يعني. طب بس يعني انا افضل ان انت تكتبه احسن يعني. طب تعال نشوف برضو وعوامل 24 هي ايه من دول. هتلاقي على طول، لان ده ما فيهوش 24، ال 24 عامل لنفسها مش كده ولا؟ مش قلنا اي عدد من عوامله الواحد والعدد نفسه يعني 24 من نفس العامل؟ طب الاولانيه ما فيهاش 24، الثانيه ما فيهاش 24، الثالثه فيها 24، وبالتالي عشان ما تتعبش وتقعد تحسب كل دول، لا اشتغل بمخك وفكر بالطريقه اللي انا بقول بيها دي. العوامل بتاعه العدد لازم يكون العدد موجود فيها، زي 18 اهي موجوده فيها ال 18، واخدين بالكم؟ افرض انها كانت موجوده هنا ال 18، لا في اكبر منها هنا، يبقى ما ينفعش. العوامل لازم تكون منه هو واحنا نازلين، وبالتالي اهو 24 واحنا نازلين وهي الوحيده اللي موجوده، وبالتالي هيبقوا دول هم عوامل ال 24، الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والسته والثمانيه وال 12 وال 24. بص كده، 1 في 24، 2 في 12، 3 في 8، 4 في 6. زي ما احنا شايفين قدامنا عندي 8 عوامل لل 24، هقول له عوامل 24 هي 1 و2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. طب اكبر عامل مشترك لل 18 بقى وال 24، شوف المشترك فين، سيبك من واحد، 2 موجوده هنا وهنا، 3 موجوده هنا وهنا، 6 موجوده هنا وهنا، تسعة انت خد الصغير طبعا اسهل لك اسرع، ما فيش داعي تاخد الكبير وتقعد تقارنه بالصغير، لا خد الصغير، لان العامل الاكبر المشترك لازم هيكون موجود في الصغير، يعني اسرع لك انك انت تشوف ال 18 هنا، هل هي موجوده هنا؟ لا مش موجوده هنا. طب التسعه هل هي موجوده هنا؟ لا مش موجوده هنا، لانها مش عوامل من ال 24. طب السته؟ موجوده هنا، وبالتالي هتبقى السته هي اكبر حاجه. شايف الطريقه بتاعه حل المسائل دي بوصل لها ازاي؟ باخد عوامل الصغير وابتدي من الكبير واشوفه هل هو موجود هنا ولا لا. ال 18 مش موجوده هنا، خلاص ما يبقاش اكبر العوامل. طب التسعه مش موجوده هنا، ما يبقاش اكبر العوامل. السته موجوده هنا، وبالتالي تبقى على طول اقول له السته اللي هختارها من العمود او من الجدول الرابع هي الاجابه. ارجو ان انا اكون فدتكم حبايبي وتكونوا استفدتوا، ودايما متفوقين ان شاء الله وحاصلين على الدرجه النهائيه، طالما ان انتوا بتتابعوا معايا وشغالين على فيديوهات الدروس بتاعتي وعلى المفاهيم اللي موجوده الصوره بتاعتها هنا، تضغط عليها تدخل على قناه معلم الرياضيات، هتلاقي الرابط بتاع كلمه معلم الرياضيات جنب عنوان الفيديو، تضغط عليه تدخل على القناه على طول وتشترك فيها. ما تنساش الاشتراك في قناتي معلم الرياضيات برضو، بالاضافه لقناه محمد عبده، لان عليها الدروس بتاعتنا كامله هنا طبعا موجوده، تضغط عليها تدخل على الدروس، وهنا التقييمات اللي فيها اللون الاحمر تضغط عليها تدخل على التقييمات بالترتيب. يعني يسعدني انك تتابع عشان خاطر تستفيد، ويسعدني برضو تعليقاتكم واعجاباتكم واستفساراتكم تحت الفيديو، وشكرا لكم، مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.